الليلة المظلمة للروح. وما أدراك ما الليلة المظلمة للروح؟ سحر بتحصل لمين وأعراضها إيه وتفسيراتها إيه، وممكن تكون ناس كتير جدا مغروزة فيها لحد دلوقتي وهي مش عارفة إزاي تخرج منها. النهاردة بأمر الله حلقة قوية جدا جدا من أقوى الحلقات اللي أنا بقدمها في القناة، حلقة جديدة من برنامجكم نفس مطمئنة مع دكتور أسماء سعيد. حين أتوه أعلم أني غبت عنك، ومشيت وحدي في طريقي رحلتي، وحملت هم فوق قدر تحملي. وحين أذكرك تطيب نفسي وتهتدي، وتطمئن روحي بأنسك ترتوي. من عطش طال علي بغفلتي، جنتك. ايه هي الليلة المظلمة للروح؟ في ناس كتير بتابعاني في القناة بتدخل وتتفرج على فيديوز وبتدي تطبق وتطبق وتطبق، بيحصل تحسن لحياتهم بسيط بسيط بسيط، بتبتدي تبقى احسن، وفجأة الدنيا بتنهار تماما عندهم وبتتلخبط اكتر، وبتقعد تسأل نفسها سؤال: هو أنا مش ابتديت أمشي صح؟ هو إيه اللي حصل؟ أمال إزاي بيقولوا إن إحنا هيحصل فينا وهيحصل فينا وهيحصل في حياتنا؟ أمال إزاي الدكتور بتقول كذا؟ أمال إزاي؟ وهكذا. وبيحصل لهم زلزلة رهيبة جواهم من ناحية ربنا. ليه؟ لأن هي مثلا كانت بعيدة، بدأت تستخدم الشكر زي ما اتكلمنا، بدأت إن هي تزكي نفسها، بدأت إن هي تطور من نفسها، بدأت لو في ذنوب أو حاجات مش كويسة بتعملها بتبتدي توقفها، وفجأة الموضوع اتهز اكتر جواها، يعني الدنيا باظت اكتر. وبيقعدوا يبعتوا لي مسج كتير جدا: يا دكتور انا ماشيه صح بس ما اعرفش ايه اللي بيحصل، فجاه لقيت الدنيا انهارت عندي، فجاه لقيت الدنيا لخبطت اكتر. هو مش المفروض ان انا لما امشي صح الاقي نتيجه؟ النهارده بامر الله هرد عليكم، لان هي دي الليله المظلمه للروح. ايه هي الليله المظلمه للروح؟ ايه هي الليله المظلمه للروح دي؟ الإنسان الأول عبارة عن إيه؟ الإنسان عبارة عن جسد وشكل مادي، وجواه نفس وروح وعقل. التلاتة دول خلال سنين حياتنا إيه اللي بيحصل؟ بتبتدي إن أنت في جوه حاجة اسمها نفس أولاً. النفس دي كل حاجة إحنا عشناها في حياتنا موجودة جواها. يعني إيه؟ مريتي بموقف بتلاقيها موجود جواك، مريتي بأحداث كل ده تخزن جواكي سواء سلبية أو إيجابية. لو مريتي بكلمات كل كلمة سلبية أنت قلتيها موجودة جواكي، ولما بتكون متكررة كمان خلال سنين حياتك بتبقى مبرمجة وموجودة ومترسخة بشكل رهيب. فإحنا لما بنيجي ندخل يعني خلال سنين حياتنا بقى مواقف وأحداث ومشاعر، خاصة المشاعر، وركزوا فيها كويس قوي، المشاعر بتبني جوه حاجة اسمها جبال. جبل للمشاعر السلبية، جبل للضيق، جبل للخوف، جبل للحزن، جبل مثلا اليأس، جبل مثلا البعد عن ربنا، ده بيبني جبل رهيب. فالجبال دي كلها بتبقى موجودة وبتبقى مترسخة بطريقة رهيبة جدا. الجبال دي أو الحاجات اللي موجودة جوايا، طبعا في العقل بيبقى فيه أفكار، أفكار شديدة جدا، أفكار سلبية، يعني حاجات كتير جدا. طيب الحاجات دي كلها بتبقى موجودة جوا الإنسان. طيب بيحصل الليلة المظلمة للإنسان في حاجتين: إن الحاجات اللي جوه دي كلها بتفضل تتراكم تتراكم تتراكم، بتديك الأول خالص يعني إيه زي علامات كده، إيه زهق، دي خنقة، إحساس بذنب، ممكن تكون أي مشاعر سلبية ولو بسيطة بتديكي زي دي، ده بيبقى زي ألارم كده بيقولك إيه في حاجة غلط، في جبال جوه، في مشاعر سلبية، في أفكار سلبية، في ذنوب كتير جدا متراكمة، في جبال جوه لازم تفرغيها. لما انت بقى
بتفضلي ما تركزيش او ما تنتبهيش لكل العلامات دي، فجأة تلاقي الجبل اللي جوه بدأ يفيض ويطلع على الخارج وعلى الجسد، وتلاقي نفسك اتبدلتي 180 درجة. اكتئاب وزهق وخنقة ومش حاسة بطعم حاجة وزهقانة، وفجأة تلاقي نفسك عارفة انت لو انا عايز اروح لدكتور، مش قادرة، افكار سلبية هجوم بطريقة رهيبة. انا مرة جات لي واحدة، بس مش بحب اطلع المشاعر السلبية دي، افكار سلبية يعني شيطانية رهيبة، لو انا عايزة اقتل مش عارفة مين، انا عايزة اعمل ايه. مش بس كده على فكرة، هي بتبقى يعني برضو درجات، يعني في ناس بتوصل لها الليله المظلمه دي خفيفه كده، اكتئابات وزهق وخنقه وضيق ومش طايقه نفسي ومش حاسه بطعم حاجه، مش حاسه بطعم الدنيا، مش حاسه بطعم الدنيا دي اساسيه، يعني اللي هو انت ممكن تبقى حواليكي حاجات كتير بس مش حاسه بطعمها، ممكن تكوني عامله انجازات في حاجات معينه بس مش حاسه بطعم، جوزي كويس معايا بس انا مش حاسه بحاجه، في زهق في خنقه. دي بقى الليله المظلمه، هقول لكم طبعا ازاي نخرج منها ونحولها كمان ل 180 درجه. دي بتحصل للناس اللي هم عندهم تراكمات كتير جدا بس ما بياخدوش اي خطوه، فبتحصل لهم ايه، عارفين زي انتكاسه كده، تقول انا ما اعرفش ايه اللي حصل لي، انا فجاه لقيت بيحصل لي كده. طب مين الناس التانية اللي بيحصل لهم ده؟ الاشخاص التانيين اللي بيحصل لهم موضوع الليله المظلمه ده هم اشخاص عملوا ايه، ابتدوا يتزكوا. يعني ايه يتزكوا؟ يعني مثلا هقولها لكم عن طريق قصتي انا، تجربتي انا خلال سنين حياتي زي ما قلت لكم، انا اتجوزت وخلفت وخلاص، وخلصت ادب علم نفسه وقاعده بقى في البيت وخلاص، انا بقيت بقى باكل وبشرب وبنام وست، يعني ست بيت، بس ربنا اعلم باللي جوايا، وربنا اعلم ان انا عندي طاقه كذا، وربنا اعلم بكذا، المفروض ان احنا نتزكى مش ان انا اكل واشرب وانام زي ما احنا متفقين. طيب طبعا ربنا كان بيديني زي ما قلت لكم علامات من شويه، ابتدي اقوم، ابتدي اعمل، ابتدي كذا، فكنت بذاكر لاولادي وهكذا. فانت مفروض ان ربنا امرنا ان احنا نتزكى، ان مفروض كل يوم اخد خطوة جديدة في حياتي، ده طبيعي، اقرأ مثلا، ابدأ ان انا اتعلم حاجة جديدة، ابدأ ان انا اشغل دماغي، العقل اللي ربنا ميزنا بيه عن سائر المخلوقات المفروض ان هو يشتغل، مش ان انا اكل واشرب وانام بس. فالحتة دي كانت عندي زي ما قلت لكم، فجأة ربنا عمال يديني علامة، زهق، مفيش، امسك المصحف واختم ختمة واتنين وتلاتة وما اقولكوش بقى اصلي اكتر. المشكله مش في كده، المشكله ان العبادات دي هي عباره عن ايه، العبادات هي عباره عن شاحن، العباده هي عباره عن شاحن قوي جدا بيشحن الجسم عشان يديكي طاقه وباور عشان تقومي تعملي اللي عليكي في الدنيا. ربنا ما خلقناش عشان نقعد نصلي ونصوم بس، لا، ربنا خلقنا ادانا الحاجات اللي هي العبادات زي الصلاه والصيام والزكاه والحج وكل الحاجات الجميله دي عشان تشحننا ونقوم نعمر بقى، نقوم ننفع بقى، نقوم يعني نستخدم العقل اللي ربنا ادهولنا ونعمر في الارض، اللي هو بص لاقي مثلا واحد محاسب هنا، واحد مش عارفه دكتور هنا، واحد ايه هنا، المفروض ان احنا ايه نسعى ونشتغل العمل يعني. فطبعا ما فيش، انا قاعده باكل وبشرب وبنام ومفيش حاجه. فب مره واحده حصل لي موضوع رجلي زي ما انا حكيت لكم قبل كده، رجلي الاثنين خلاص ما بقوش يتحركوا، تعبانه جدا. طبعا دي كانت ليله مظلمه ومظلمه ومظلمه فوق ما تتخيلوا، ليله رهيبه، اللي هو انا ما اعرفش ايه اللي حصل لي، انا ايه اللي جرى، انا ما كنتش كده، انا ما ايه اللي طبعا افكار بقى وهجوم وايه اللي بيحصل. وطبعا ناس كتير جدا متخلفين عقليين، انا دايما اقولها كده، اصل انت معمول لك مش عارفه مين، اصل انت حسدتي ايه، اصل انت سحر ايه، دايما كنت اسال ربنا سؤال واحد بس، يا ربي طب انا ازاي ابقى قريبه منك وتعمل معايا حاجه وحشه؟ ده كان السؤال دايما اللي انا كنت بساله ربنا في الفتره اللي حصلت لي دي، يا رب انا ازاي قريبه منك، ازاي بقرا القران وبصلي ومش عارفه ايه وايه وتعمل لي حاجه وحشه، امال ايه، فين الضمان او ايه، فين الوعد بتاعك يا رب ان انا لما اكون قريبه منك ابقى كويسه؟ ما هو انا دلوقتي انت بصي الزمن اللي احنا فيه ده والفتره اللي احنا فيها دي مفيش حاجه اسمها ان انا ابقى ماشيه صح فربنا يديني على دماغي، ما بقاش فيه الكلام ده دلوقتي خالص. العقل بتاع كل الشباب اللي طالع دلوقتي ابسط حاجه هيقولك طب انا ايه اللي يخليني اقرب لما هو هيبتليني ويديني، طب انا خلاص بقى بعيد. وهم في ناس بتقول كده المؤمن مصاب، يا سلام، دي اسوأ حاجه ممكن تدمر اي حد وتخليه يلحد، المؤمن مصاب، طب خلاص انا مش هبقى مؤمن عشان ما بقاش مصاب. واتقالت لي كده من كتير جدا من شباب، انا مش عايز ابقى مؤمن عشان ما بقاش مصاب، انا هبقى بعيد عشان ابقى كويس، ولما تيجي الاخره بقى يحلها ربنا، بنفس الاسلوب كده كتير جدا. يا اما ناس بتحصل لهم هزه طريقه رهيبه جدا، اللي هو المؤمن مصاب بتبقى يعني مهزوزه وخايفه وتحصل لهم وساوس وتحصل لهم حاجات كتير. فطبعا كل الافكار دي وكل الناس دي حاجه هبل، يعني اللي هو
لحد طبعا فضل ربنا عليا حكيت القصه كلها بتاعتي في رحله اليقين موجوده على او قصه شفيقي من ورد خطير كان يقولون الاطباء عنه مستحيل، هتلاقي اللينك بتاعه موجود، دي موجوده. وفي رحله اليقين كامله كنت عاملاها برضو تبع موجود على جروب رحله اليقين على الفيسبوك، ممكن تسمعوه، دي كانت بدايتي خالص وكنت حاكيه القصه بتاعتي كلها، اسمعوها لو عايزين تسمعوها بالتفصيل. فضل ربنا عليا اشتغلت مع ربنا، وهقول لكم طبعا يعني النهارده زي نخرج من الليله دي، واشتغلت جامد جدا فضل ربنا عليا الحمد لله شكر لله يا رب، قمت وتحركت وانطلقت والدكتور نفسه كان بيقولي انت ازاي قمتي كده، هو ده ربنا، ربنا ما فيش حاجه اسمها عنده مستحيل، يقولون لي مستحيل اقول لهم ايه، ان الله على كل شيء قدير، ما فيش حاجه صعبه وما فيش حاجه مستحيل على ربنا، بس لما نعرف ان احنا ازاي نخرج من ده ونقرب من ده. طبعا بفضل ربنا عليا بعدها عملت الماجستير وعملت الدكتوراه وانطلقت وبقيت شغلي ما شاء الله، والدنيا اتحولت معايا معجودي ماديا وفي كل حاجه. لما بنفهم الليلة المظلمة بشكل صح والله العظيم بتبقى تغيير جذري في مجرى حياتنا كلها. طيب يا دكتور أنا فهمت القصة كلها، يبقى بيحصل الاثنين، واحد عايش حياته كده خالص ما بيعملش أي حاجة في حياته غير بياكل وبيشرب ينام وعنده تراكمات سلبية ومشاعر سلبية، فالجبل بيبدأ ينهار مرة واحدة، ايه دي بتبقى ناس بيحصل لهم. ناس تانية بتبتدي تتزكى نفسها، بتطلع خطوة والتانية والتالتة وبتقف زي ما هي، فربنا بيديهم زي حاجة كبيرة كده بتحصل لهم علشان يبتدوا يتزكوا تاني. فاحنا نعمل ايه بقى لو في حد فعلا عايش في الليلة مظلمة دي، وفي ناس بتبقى مستمرة فيها فترة طويلة، النهاردة هقول لكم الحل، وفي ناس تانية اللي هو لسه ما حصلت لهوش. فنصيحة مني، بدل ما تحصل لك ابتدي بقى قوم اشتغل على نفسك دلوقتي عشان ما يجيش اليوم اللي يحصل لك فيه وبتبقى صعبة جدا جدا. اول حاجة للخروج من الليلة المظلمة دي هي القبول. يعني ايه؟ يعني انا خلاص انا متقبله كل اللي بيحصل لي، وعارفه وفاهمه كويس قوي ان دي مشاعر سلبيه جوايا وحاجات سلبيه جوايا لازم تخرج، وانا بسمح لها بالخروج. انتوا مش متخيلين ان انتوا لما عارفين القبول ده اللي هو الرضا، يعني انا راضيه يا رب بكل اللي يحصل، انا عارفه ان انا السبب، انا السبب، انا السبب، مش اللي حاسدني السبب، مش اللي معمول لي مش عارفه مين السبب، مش الهبل اللي بيحصل ده مش عارفة مين، أنا السبب يا رب، أنا الغلطانة، أكيد أنا اللي عملت حاجات كتير، ذلك بما كسبت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد. ربنا قالها لي، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى رقم واحد القبول، ثانيا الاعتراف بأن أنا السبب، أنا راضية يا رب وعارفة أن أنا السبب وهبدأ أشتغل على نفسي. أبدأ إزاي؟ رقم واحد الاستغفار والتنظيف والتطهير، دي اهم من اي حاجه في الدنيا. لما انا ابدا من جوه انظف 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 كل البلاوي والجبال والمشاعر السلبيه وكل ده، لن تتخيلوا هتعمل معاكم ايه، ولكن بشرط واحد بس، الاستمرار في التنظيف اهم من التنظيف نفسه. يعني ما ينفعش ان انا اقول ايه اللهم اني استغفرك واتوب اليك، هي حلوه وجميله، انا عن نفسي قلت استغفر الله العظيم مره واحده بس خلاص انا عارفه ان ربنا ايه غفر لي او نظفت خلاص. طبعا انا ليه بقول الاستغفار، في ناس كتير لو انت سمعتي دلوقتي لو فتحتي كلمه الليله المظلمه دي عند اي فيديو تاني لاي حد هيقول لك ايه التنظيف، ان احنا المفروض نخش ونشحن مش عارفه الشاكرات بتاعتنا ايه وان احنا نعمل ايه انا ما بحبش حاجه ليها علاقه ان احنا نبعد عن اتجاه ربنا، انا ما بحبش ان انا اللي هو ايه ان احنا نستخدم علوم وتبقى ند ربنا، لا انا بستخدم العلم ومعاه اصل ربنا هو ده الاصل. لكن لو انا عشان كده انا هي دي كانت رساله الدكتوره بتاعتي، تاثير الجانب الروحاني على الصحه النفسيه، في دكاتره نفسيين كتير روحي هتاخدي دواء وروحي يقعد يقول لك خبطي هنا واعملي هنا العلوم دي جميله بس لو بعيد عن ربنا انسي انسي انها تجيب لك نتيجه. عشان كده لما تيجي تروحي للمختص لازم تبقي مركزه قوي قوي هو بيعمل معاكي ايه علشان ما يبعدكيش اكتر، او يعني ايه يعني الليله المظلمه دي ما هي سلاح ذو حدين، يا اما ان هي تخليكي تاخدي خطوه لقدام وتنجحي جدا وتتطوري وبصي وتحسي وتشكري ربنا عليها. والله العظيم انا بشكر ربنا كل لحظه على الفتره اللي حصلت لي دي، ست شهور قعدوهم على السرير وكنت تعبانه جدا، بس اقسم بالله انا عشت اجمل ايام حياتي في الفتره دي، ومن بعدها لحد دلوقتي انا مش عارفه اوصف لكم كم التطور والنجاح والسعاده والنعيم اللي انا فيه، لدرجه ان انا بسجد لربنا اقول له اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان انا حصلت لي. لما تفهموها كويس قوي تبتدي تتزكي وتبتدي تستمري، بعدها ممكن تجي لك افكار تجي لك مشاعر، والله ما هرجع تاني، والله يا رب انا ماشيه في اتجاهك وعمري ما هرجع تاني ابدا، خلاص انا فهمت وعرفت طريقي.
اول ما تحصل لي ملاحظه مشاعر سلبيه اعرف ان في حاجه جوه، ابدا في التنظيف. مجرد ما تبقي بس مستوعبه ان في مشاعر سلبيه جوه او انك اللي بيحصل لك بره هي نتيجه اللي جواكي، انت كده بتتحولي. مثال مثلا انا وجوزي احنا كويسين مع بعض وحلو جدا جدا وما شاء الله ما فيش بعد كده، اول ما تحصل مشكله صغيره انا ما بقولش جوزي السبب ولا بفكر اقول له ولا بفكر اتكلم، انا ببعد اشتغل على نفسي، اقول لنفسي ايه اللي انا عملته استحقيت بيه ان تحصل مشكله بيني وبينه. وركزوا في الكلمه دي كويس قوي، ايه اللي انا عملته اللي استحقيت اللي بيني وبين جوزي. اللهم اني استغفرك واتوب اليك يا رب على الذنب اللي انا عملته اللي استحقيت بيه ان جوزي يعمل كده. وصلت الفكره؟ لو انت بس دورتي الدنيا دي واعترفتي وكان عندك قبول للموضوع الدنيا هتتحول تماما. طيب رقم 2، الاستمراريه في الاستغفار، الاستمراريه في التطهير. طب الاول الاستغفار والتطهير اعمله ازاي يا دكتور؟ مهم قوي قوي بالخيال. لما بتنظفي من جوه ولتنظر نفس ما قدمت لقد، تغمضي عينيكي وتعيشي جوه، ده في جلسه استغفار انا عاملاها ممكن تاخديها. طيب رقم 3 ودي مهمه قوي، الاستمراريه، ودي اهم من اي حاجه. استمر قد ايه؟ اقل حاجه 40 يوم. وكلمه 40 يوم او 7 او شهرين دي مش كلام عادي، ده كل ده في القران، بس انا مش عايزه بقى ايه ده بيبقى في الكورسات اكتر. اختصارا للفيديو اعمليه لمده اقل حاجه شهرين على ما تلاقي، مش هقول لك على ما تلاقي نتيجه، ان شاء الله تلاقي نتيجه، بس حتى لو ما لقيتش نتيجه استمر. مفيش حد بيعمل خطوه ولو صغيره وربنا ما بيجزهوش عليها، فالشهرين دي اقل حاجه. انا عن نفسي لما اكون عايزه ابدا حاجه في جلسه اهداف او حاجه اقل حاجه شهرين لازم اشتغل عليها. يبقى رقم 2، يا رقم 3 الاستمراريه، اقل حاجه شهرين. رقم 4 التزكيه، لازم اخد خطوات في حياتي. لو مع جوزي لازم اطور، لو مع اتعلم حاجه جديده، كورس مش عارفه ايه اخده. ما تسيبيش نفسك فاضيه. الفضا ده انت مش متخيله بيعمل ايه. احنا مش مخلوقين في الدنيا عشان زي ما قلت لكم ناكل ونشرب وننام. دوري على حاجه اعمليها. يا دكتور جوزي ما بيرضاش يخليني اشتغل. مفيش حاجه اسمها جوزي ما بيرضاش. انا مفيش حد في الددنيا كان زي جوزي والله. يعني يمكن يعني ما ينفعش اقول الكلام ده، بس ما كانش في حد في الدنيا زيه، استحاله ومستحيل، واوعي وانسى واوعي، وبصي كلام ما حدش يتخيله. بس بفضل ربنا عليا والله هو دلوقتي اللي بيساعدني وبيعني عشان اشتغل ولا عشان اعمل حاجه، ياخد مني ولادي التوام عشان خاطر مش عارفه اعمل ايه. مش قادرة اوصف لكم يعني التحول ازاي. ليه؟ عشان انا كبرت ربنا على جوزي. فما تجيش واحدة تقولي اصل جوزي ما بيرضاش، مفيش حاجة اسمها ما بيرضاش، اصل جوزي نرجسي. يا سلام، يعني هو النرجسي ربنا مش بيقدر عليه؟ ربنا اكبر. كبري ربنا على جوزك وعلى الفلوس لو ما عندكيش فلوس، لو على اي ظرف انت ممكن تكوني بتمر بيه، واشتغلي اي حاجة اي حاجة. طب يا دكتور انا مش عارفة اشتغل دلوقتي، ابتدي طب على الاقل اتعلمي عن حاجة. دوري مثلا، هاتي كتب عن التربية، عن مثلا عن اي حاجة، شوفي شغفك. مفيش حد في الدنيا ما عندوش شغف. يعني انا كنت طول عمري احب جدا 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 اسمع عن ايه، عن العلوم والكون والطاقه والعلم وربنا، اي حاجه فيها ربنا تلاقيني فيها، اي حاجه حد بيتكلم فيها اخش فيها، بس طبعا ايه بالشكل الايجابي اللي يحبب مش اللي يكره. المهم العلم، يعني العلم انا بحب كده، العلم والقراءه والكتب وربنا، يعني فهميني. فانت اعملي كده، هاتي كتب ليها علاقه بالشغف بتاعك، هتنور حاجه شويه، خشي اعملي جروب مش عارفه ايه ونزلي ايه شويه. المهم اشتغلي على نفسك، ولازم تنزلي في شغل تكوني بتحبي، مش شغل عايزه فلوس وخلاص. لو انت شغل عشان عايزه فلوس وخلاص مش هتبقي لازم حاجه ليها علاقه بشغفك. طب يا دكتور مش عارفه ابدأ باي حاجه. المهم ان انت تبتدي تعملي اي حاجه، ما تبقيش قاعده فاضيه. الفضا ده بيخلي عندك هجوم افكار سلبيه رهيب. في جزئيه مهمه قوي عشان كان لازم اضيفها في الحته دي، الاستمراريه مع ان انت تبقي راضيه، مع ان انت تعملي جلسه استغفار وجلسه اللي هي التطهير والتنظيف اشتركوا فيها. الذكر ثم الذكر ثم الذكر ثم الذكر، ما ينفعش اعيش في حياتي من غير ذكر. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الجبال اللي جوه والمشاعر السلبيه وكل ده مفيش حاجه بتشيله الا الذكر. طب ايه هو الذكر؟ 7 انواع وحاجاته كتير جدا. انا عاملاه في كورس من ظلمات النسيان الى نور الذكر، تقدري تاخديه. وجواه على فكره جلسات الاستغفار والجلسات دي كلها، فممكن تاخدي الكورس بالحاجات بتاعته. وبامر الرحمن، بامر الرحمن هتتحول حياتكم 180 درجه زي ما تحولت حياتي انا 180 درجه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم،
ودخلت عليكم بالنفع وباليسر وبالخير، اعملوا لايك بمثابة شكر ليا، واعملوا شير للحلقة عشان توصل للدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من إذا ناديته سمع النداء، حتى وإن ذكرته نفسي في خفاء، فكيف أشقى وأنا الذي من قدره مهما شكرته فعاجز أنا عن شكره. وحين أذكرك تطيب نفسي وتهتدي، وتطمئن روحي بأنسك ترتوي، من عطش طال علي بغفلتي. اللهم ردني نفس مطمئنة في جنتك.